صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: أنا إنسان مسلم متردد بين الالتزام وغيره، فمرة أحلق لحيتي وتارة أدعها، وعندما ألتزم وآمر بالمعروف تراودني نفسي بأني قد عصيت ربي في يوم من الأيام، فأدع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر خشية النفاق. هذا من الشيطان، اتركه والتزم بإعفاء لحيتك، وإذا جرى منك حلق لها فتب إلى الله وكرر التوبة ولا تيأس من رحمة الله، وتأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، ولو كان عندك شيء من المعاصي لا تجمع بين جريمتين، المعصية وترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فأمر بالمعروف وانهى عن المنكر ولو أنك يحصل منك بعض الشيء، لكن مع التوبة إلى الله عز وجل. ولو ما يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر إلا معصوما ما حصل أحد يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، كلنا نخطئ وكلنا نذنب وكل نستغفر الله نتوب إليه ونأمر بالمعروف وننهى عن المنكر. نعم.